متابعينا الكرام، سلام الله عليكم. في هذا الفيديو سوف نكتشف كيفية الاستفادة من جهاز تلفاز قديم أو مكسور دون رميه في القمامة أو الخردة، مع الاستفادة من بعض القطع القيمة الموجودة بداخله. فتابعوا معي الفيديو إلى الآخر، وأتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك دائما الجديد. فرجة ممتعة. يمكن الاستفادة من هذه القطعتين القيمتين عبارة عن مكبري صوت قويين جدا. يمكننا عمل فيديو إن شاء الله في قادم الأيام عن كيفية الاستفادة منهما، نضعهما جانبا. والنتيجة كما ترون، نحصل على إضاءة ليد قوية واقتصادية، يمكن استعمالها في تصوير فيديوهات ورفعها على اليوتيوب بجودة عالية.